موجز الأخبار السياحية ميتح واسبرا. أهلا بكم إلى أبرز العناوين. إلغاء رحلتي القطار نحو بيجاية وسطيف المبرمجتين مساء اليوم. انطلاق التجارب الأولية للشطر الثاني لتراموي قسنطينة. بريطانيا ستفرض حجرا صحيا على القادمين إليها لمدة 10 أيام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إلغاء الرحلات المبرمجة مساء اليوم الأحد نحو بيجاية وسطيفة. وأفاد بيان الشركة أن إلغاء الرحلتين جاء على إثر وقوع حادثة على السكة الحديدية على مستوى الأخضرية في البويرة. كما أكدت الشركة بأن حركة سير القطارات على ذات الخط سيتم استئنافها بشكل عادي بداية من يوم الاثنين. انطلقت اليوم أولى التجارب التقنية للشطر الثاني من امتداد الخط الأول لتراموي قسنطينة، وذلك من محطة قطر إبراهيم نحو جامعة عبد الحميد مهرية على طول خط 43 كيلومتر. ثم هدى بإشراف الوالي المنتدب لمقاطعة الإدارية علي منجلي المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر، مدير مؤسسة سيترام، مؤسسة كوسيدارا ومدير النقل والسلطات المعنية. تستعد الحكومة البريطانية لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 على البقاء في الحجر الصحي في فندق لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى البلاد، وهذا اعتبارا من يوم غد وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل. ويتعلق الأمر ببعض المسافرين القادمين من البرازيل وجنوب إفريقيا والدول المجاورة. نهاية موجز الأخبار السياحية من تحواس براسا. دمتم أوفياء، في أمان الله.